هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. الليفت فنتريكلا بريشر فوليوم لوب اللي لونه اسود هو ده النورمال زي ما انت شايف تحت، اللي لونه احمر ده البيشن بتاعنا اللي عليه الاسئله دي. تمام؟ طبعا مش حاطين اي برامتر غير ان شكل اللوب اتغير، مش عايزين ارقام، شكل اللوب بس اتغير. تمام. وهنا السؤال بيقول لك ترو اند فولس، بيقول لك ان البيشن بتاعنا ده شو 1 2 3 4 5 6 6 جمل ونشوف صح ولا غلط. ايه اللي حصل يا دكتور مجدي في اللوب اللي انت شايفه؟ اللي حصل يعني بس ايه دي فكره. تمام، اللي هو ال اي بي لاين ده بقى مور ريز، فبالتالي ده معناه ان ديكريز كومبلاين، ديكريز كومبلاين. حلو، بس طب خليني بس اقولها بسرعه للشباب. اللي حصل ان الفوليوم اللي انا بملى بيه الفنتريكل، انا وصلت اهو تسيدي لنفس الفوليوم، لكن جيت اعمل بريشر عشان ابدا اضخ واعمل السستول، لقيت البريشر اللي قدامي اعلى بكتير. بدل ما كنت قدامي البريشر ده لقيت نفسي قدامي البريشر ده، فانا كده في حاله من انكريز بريشر والفوليوم زي ما هو. فلما تيجي تعمل الكومبلاينس بالفوليوم على البريشر، لا ده كده المقام زاد فالكومبلاينس قل. بنسمي اللاين ده ايه يا دكتور؟ فاكر اللاين ده اللي هو الاي بي ده كنا بنسميه ايه؟ ده الكومبلاينس، الكومبلاينس كومبلاينس اند سوليد بريشر فوليوم ريليشن شيب اللي هي بتعبر عن الكومبلاينس. ايوه بالظبط كده. طيب المشكله هنا ان العيان ده جه يضرب لقى قدامه بريشر عالي، عشان كده بدانا ببريشر كبير. تعالى نجاوب الاسئله. تمام؟ يلا يا دكتور مجدي، العيان ده عنده انكنترولد هارت ريشن صح ولا لا؟ صح صح، لانه جه يضرب لقى البريشر قدامه كتير. تمشي صح. العيان ده ممكن عنده اورتا سينوز صح. لا ابو حميد لا صح. انا اسف يا باشا، معلش انا اسف. عادي زي الدكتور ايمن بتفكر بصوت عالي، تفتح المايك وتفكر بصوت عالي مفيش مشكله. اي زياده في الكيرف، اي زياده في الافتر لود قصاد الليفت فنتركل هتعمل لنا الشكل ده. ممكن يكون جابت البريشر هو ان العيان ان كنترول هايبر تنشن، ممكن يكون اورتيك سينوزس مش عارف يفتحوا اصلا، هتبقى صح. العيان ده بيوريك هاي كومبلاينس اوف ليفت فنتركل صح ولا غلط يا دكتور مجدي؟ لا غلط غلط، ده لو كومبلاينس غلط، ده هي لو كومبلاينس، لان كومبلاينس علاقه البي بالبي، البريشر زاد المقام زاد يبقى القيمه كلها قلت. طيب العيان ده ممكن يكون نتيجه النيفيديبن، والنيفيديبن بيعمل ايه؟ بيعمل الفاز دولتيشن، المفروض يعني بيقلل، المفروض ان هو صح برضه دولتيشن فيقلل بلود بريشر صح؟ فده يبقى غلط. اما يبقى غلط لانه هيقلل، عارف ان كده يخلي الكيرف نازل تحت كمان، ما ده الكيرف ده بتاع ان في مقاومه كبيره، في ضغط كبير قدام الفنتركل، انت بتدي حاجه بتقلل الاس تي ار. غلط، يبقى الجمله دي غلط. اوكي، رقم خمسه الفا 1 اوفر سيميليشن صح ولا غلط؟ والفا 1 لو اشتغل كتير بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك بازل برسكشن. شوف كل دي افكار من الام سي كيو احنا بنتدرب عليها هنا مع بعض. رقم سته ناقص البريلود. لا لا غلط. ليه؟ لان كده البريلود ثابت يعني. البريلود الحته دي يا شباب، ده البريلود اللي هو احنا مالينا الفنتركل اللي هو الفيلنج هو احنا ما غيرناش الفيلنج. اللي حصل في الكيرف ده احنا مالينا الهارت عادي مش مدين ثوانا. فجينا نضرب لقينا بريشر عالي قدامنا، البريلود ناقص، البريلود عندك 200. فاهمينها يا شباب؟ طيب يبقى الجمله دي غلط. لو حد مش فاهم اي نقطه من الست جمل دول يقول لي قبل ما ننقل على السؤال اللي بعده الاخير. دكتور محمد، could you explain again the uncontrolled hypertension؟ فاهمين منه ان احنا مالينا الهارت بنورمال فيلنج عادي جدا، وهبدا يا سيدي في الفيز رقم 2 اللي هو الايزومتريك كونتراكشن اللي بزود البريشر فيه. فانا دلوقتي لقيت الاورطه مثلا البريشر فيها مثلا 80 اثناء السيستول، فانت لازم ترفع الضغط يبقى فوق 80 عشان تعرف تفتح الاورطه وتبدا تعمل الايجكشن اللي هي المرحله دي في 3. طيب افرض انا جيت
لقيت ان الاورطه البريشر فيه مش 80، 110 120. فبالتالي لا، ده انت هتعمل مجهود اكبر واكبر واكبر، يعني البريشر بتاعك يبقى اكتر بكتير، فاهمني؟ انت هتعمل مجهود اكتر عشان تريزيست البريشر اللي قدامك ده. اي مقاومه قدامك اكتر هتخلي نقطه البدايه بتاع البريشر، بدل ما كانت مثلا هنا عند 80، نفترض دي نقطه البدايه هي زيرو وبنفتح عند 80، لا ده انت نقطه البدايه بتاعتك تبقى اعلى بكتير، ممكن تبقى 50 وبتفتح عند 120. تمام يا كوره سوير؟ لازم تكسيد الاورطة بريشر عشان الفالف يفتح، لازم تكسيد الاورطة بريشر عشان تكسيد عشان تفتح اوبن الاورطة الفالف. فانت لقيته عالي هتزود الايزومتريك كونتراكشن بتاعك عشان تزود البريشر اللي انت بتخلقه جوه الفنتريكل عشان تعرف تعمل الايجكشن بعد كده. اوكي واضحه ولا عايزه حاجه ايوه. ثانيه؟ لا لا شكرا، تمام. طيب اوكي. تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفه سحريه على طبق من ذهب ساعدته ينجز. سؤال رقم 13، دكتوره ايمان تعالي اتفضلي افتحي المايك، فكري بصوت عالي براحتك بقى. بص اقول لك الاول الكيرف ده، ربنا يبارك فيك يا رب. اللون الاسود النورمال عادي خالص لسه في اللوب، وعندنا تو بيشن، في عيان احمر، احمر منه ما فيش، وفي عيان ازرق بعيد الشر يعني من السينوز، ماشي؟ احنا شايفين كيرفات مختلفه. نمسك العيان الاحمر، العيان الاحمر ده ايه اللي حصل فيه؟ انا قعدت اعمل فيلنج فيلنج فيلنج، ايه ده انت عديت الفيلنج بتاعك بدل ما كان هنا بقى هنا. فيبدو ان مشكله العيان الاحمر ده ان انت زودت الفيلنج بتاعه، صح ولا لا؟ فاهمه فكره ايوه وبما ان انت مليت البنت بفوليوم اكتر، ونفترض ان هذا هيكون البنت هيلثي، اكثر. فالمفروض ان هو برافو عليك، الله يفتح عليك. عيان الازرق، تعالي بقى معايا على عيان الازرق، ماشي؟ عيان الازرق اللي حصل ايه؟ احنا مالينا بنفس الريت اوف فيلنج من هنا لهنا، الفيلنج واحد، بس البريشر اللي البريشر قدامك اكتر، فاضطرينا ان احنا نعمل بريشر لسه واخدينها حاله. فانت عشان قدامك بريشر اعلى، فانت قعدت تعمل بريشر جوه البنتكل اكتر واكتر، لغايه اما فتحت الاورت الفالف عند بريشر عالي، بدل ما كنت بتفتحه هنا في الاسود فتحته هنا، ده اللي احنا لسه بنقوله دلوقتي. وبالتالي تمام. برضه انت عملت كونتراكتيلتي اكتر. من الاخر كده في الحالتين انت عملت كونتراكتيلتي اكتر، لكن الباثوجينيسيس كان مختلف في الحالتين. اوكي؟ تمام، واحدة فبكتب increase كده الفوليوم والتانية افتح. increase البريشر. الله عليك يا كبير، الله عليك، ماشي. خلي بالك الاسئله دي اصعب من اللي هتجيلك، وانا عارف وانا قاصد، تمام؟ بس احنا بنتدرب عشان احنا هنا مش عاديين، احنا وحوش الوحوش. نبدا بقى نحل مع بعض، اتفضلي. برضه ترو اوف فورس. الانت سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب فاكر اللي هي ايه؟ لو اللي عملنا هي خط الكونتراكتيليتي، كده، يعني اللي هي مالتيبل ديز افتر مالتيبل فيلينج. اوكي انت سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب، اتفضل. هي بتعبر عن الكونتراكتيلتي، اول جمله بتقول لك هي بتعبر عن الكونتراكتيلتي بتاع بيشن 1. اوكي بيشنت 1 اللي هو الاحمر، يا صح؟ ناس يطار. ديو تو انا انكريز كنت هعمل لك البريدنس. هنا تزيد، لا انا بس زودت لك كلمه انكريز ونسيت انكريز. استني كده، بيشن 1 انكريز ديو تو انكريز البريلود، ايه صح رايك؟ تمام صح، هو فعلا الكونتراكتيفيتي زاد في عيان اولاني عشان البريلود زاد، وده الهيلثي هارت يعمل كده، زاد الفينا ستين هيزود الكارديو اوتبوت فهيزود الكونتراكتيفيتي. ده جمله رقم واحد صح، ترو، تمام برافو عليك. يلا جمله برضه رقم ال اثنين، systolic pressure volume relationship slope of patient 1 و 2 ده الاثنين shift up عند ليفت. up and انا بص left الشيب الاسود، انت رحت كده ورحت، decrease ال انت كده طالعه contractility. لفوق، لا هو up انت and طالعه left لفوق ده بيزود ال contractility، فغلط صح، دي. انت فعلا رحت لفوق، يبقى الجمله فخ الاولاني اب اند ليفت، ده كده معلومتين increase صح. المفروض ممكن يقول لك increase اب اند رايت، المفروض انكريز كونتراكتيل، بس ممكن يقول لك خلي بالك بس من ايه، ممكن يقول لك اب اند رايت تبقى غلط، ايوه هي المفروض انا رحت ناحيه ايد الشمال، قلت لك الكيرفس زي ايديك يمين ويمينك شمال وشمال، يبقى الجمله دي غلط. اوكي يلا اخر جمله في ال المراجعه دي، systolic pressure volume relationship of patient 2 represent increase the after load is in septic shock. لا septic shock ما فيهاش increase the after load، فدي غلط. العكس هي فعلا المفروض هيحصل برضه سيبتك dilatation. شوك، برافو عليك، يبقى دي غلط عشان كلمه سيبتك شوك. تمام، في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام.
نيجي بقى للجملة رقم 14 true and false، واللوب قدامنا اهوت، وباين ان هو بيتكلمك على ال داشد لاين. فاكرين داشد لاين اللي هو بيتحرك من اول النقطة B ويروح من ناحية النقطة دي، ده بيعبر عن ايه؟ فاكر ما قلت لك حالة النجاح، الجهد اللي انت عملته اللي هو كان اسمه end systolic pressure، والانتاج اللي انت عملته اللي هو اسمه الستروك فوليوم. سمينا ان الانس ستروك بريشر على ستروك فوليوم يديك حاجه اسمها افكتيف ارتيريال الاستنس، اللي هي بتعبر عن الافتر لود. تعال بقى نشوف الجمل مع بعض. اول حاجه اقول لك الداش لاين، طبعا هو معروف ان الاسود هو النورمال، اما اللون البيربل ده هو البيشنت بتاعنا. ذا داش لاين ريبريزنت سيستميك فاسكولار ريزيستنس اس في ار، هو بيريبريزنت ال EAA او الافتر لود او الاس في ار برضه صح، فالجملة الأولانية تبقى صح. طيب رقم اتنين، this patient has hyperfolemia and increased CVP. hyperfolemia ليه؟ عشان تقول فوليوم، فالخط اللي هو AB هو اللي بيعبر عن الفوليوم، بيعبر عن الفيلينج. اي فيلينج زيادة ممكن نقول hyperfolemia and increased CVP، لكن انت في الحالتين وصلت لنفس النقطة B، فبالتالي لا متقدرش تقول ان العيان ده عنده hyperfolemia. عيان ده مشكلته في البريشر، في المقاومه اللي كانت قصادنا. تبقى اذا الجمله الثانيه غلط، مش هايبر فوليمي خالص ولا انكريس في بي، نورمال فوليمي. طيب نورمال هكتب لك هنا نورمال وهنا منتين. طيب نيجي الجمله رقم سي، الاسلوب شيفت تو ذا رايت ان كيس اوف نور ادرينال انفيوجن. الاسلوب اللي هو يعبر عن الخط الداش ده تو ذا رايت، انا هيروح كده. ساعة ما تروح كده معناه ان انت البريشر بتاعك بيزيد، صح ولا لا؟ البريشر بيزيد يعني اس في ار بيزيد، يعني او افتر لود بيزيد، فبالتالي افتر لود بيزيد وفازو كونستريكشن، ده بيحصل فعلا مع النور ادرينالين انفيوجن. هو ما سألكش على الكيرف ده او اللوب ده، هو ده جملة عادية. فاذا الجملة تبقى صح فعلا، مع النور ادرينالين انفيوجن بيزيد الاس في ار، فالاسلوب هي شيفت تو ذا رايت اند اب برضه بالمناسبة. وانا اتكلمت كتير في الشرح ان ايه، مش كل اب يبقى زي بعضه، غير مثلا الكيرف بتاع الانسستوريك، الاسلوب بتاع الانسستوريك بريشر فوليوم ريليشن شيب. طيب اخر جمله هي الستروك فوليوم از كونستانت ان ذيس بيشن، وده اللي انا لسه قايله لك في الجمله رقم 2. وفعلا البيشن ده الستروك فوليوم فيه كان ثابت، ما زادش ولا نقص. احنا عملنا مقاومه اكتر عشان نحصل عليه ونخليه كيب كونستانت، فالجمله صح. ايه ده؟ طب هو ليه ما سالش على الكيرف ده؟ يعني ما جاتش ليه جمله تقول ان البيشن ده فيه كذا؟ عادي خالص، هو يجيب لك كيرف ويلعب فيه براحته، وتيجي جمل على موضوع الكيرف مش لازم على البيشن نفسه. فده كان اكزامبل سؤال زي ده. بس انت لو قلت لي البيشن ده فيه ايه، انت لو تلاحظ ان الاسلوب بتاعنا اتحرك من الاسود للموف ده او البيربل، فنزل تحت يعني بقى داون اند تو ذا ليفت. معنى كده ان الاس في ار بتاعته او الافتر لود قلت، يبقى العيان ده دايريتد غالبا. صح صح جدا. شوف السؤال الاخير بتاعنا، كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لالماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير. هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.